مدير. الله اكبر على الطفحية عم ميدو. بس على نفسك يلا. استنى يا ابن اللذين تعدني. دخلية الاودي رهيبة. اخباركم يا شباب، معكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في جي تي اي اونلاين. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله على الحبيب قلبك كتيب. حلقه النهارده ان شاء الله قررت اعدل الاودي بناء على طلبكم. بس الاودي دي يا جماعه مش ايه يا اسطى، في ايه يا اسطى؟ تقعد بقى تزعل يا اسطى بالعربيه بتاعتك دي يا اسطى. الواد جامد يا جماعه، والله الواد ده جامد، بيعرف يلعب. يلا يا معلم اتحبس انت وصاحبك بقى ليله الليل. اللي عاجبني فيها يا جماعه ان الواد قاعد يرجع ورا كده بسرعه بطريقه رهيبه جدا يا ابن اللذينه. وبس مش نازل لك يا اسطى، انت فكرني انزل لك يا اسطى. يلا سلام عليكم. في حلقه من الحلقات نزلت لكم قلت لكم يا جماعه عايزين نعدل الاودي دي، فاكتبوا لي رقم واحد في التعليقات. فكتير منكم كتب لي رقم واحد في التعليقات، فقلت خلاص خلينا نعدلها. وبصراحه لان نسخه الاودي بتتعدل عند بيني، فبصراحه ده اللي اغراني الصراحه يعني. لما تيجي يلا خليني افجرك، يلا خلينا راح اكمل مهامات يلا. ولا ايوه البس يا مدير. يا احلى شعور كده. انت كنت راكب ايه يا اسطى؟ يا نهار ابيض، عربيه تعبانه زيك يا زميلي. يلا عادي مفيش اي مشاكل. لو تفتكروا اخر مره دخلنا فيها الاونلاين فنزلنا الغواصه وسرقنا لامبورجيني اورس ورحنا وديناها معرفش فين. ليه انا حاسس ان في حد يضرب عليا دلوقتي؟ اه والله عايز يضرب عليا. كفو والله يا زلمه. هو راح فين اساسا؟ انا مش شايفه ليه. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه ايوه خلاص خلاص نزلت نزلت نزلت. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. صعب يا اخي ان انت تقول مقدمه وانت كده شغال ضرب في الناس، والله العظيم الموضوع صعب جدا. في حاجه والله يا جماعه مزعلاني منكم. ايه يا عم ميدو؟ ان انتوا يا جماعه يعني اللايكات قليله جدا. في ايه يا جماعه؟ يعني تخيل فيديو داخل في ال 40,000 مشاهده وما كملش 3000 لايك. لا والله انا زعلان صراحه. لا انا زعلان، انا عايزكم توصلوا المقطع ده ان شاء الله 5000 لايك يا عم الحاج. انا عارف والله ان انتوا قدها ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله. طيب دلوقتي بقى خلينا نشوف الواد انت عايز ايه يعني يا اسطى. هتاخد مني 20,000 جنيه؟ وال ايوه يا باشا هات كده. المشكله يا جماعه مهمات الواد جيمي دي طويله جدا. تخيل انا في كل حلقه بخلصت مهمتين ثلاثه. طبعا انتوا ما بتحسوش بيهم يعني عشان انا بظبطهم بالمونتاج. واجي ابص الاقي في مهمات ثانيه. يا اسطى ارحم ارحمنا يا اسطى ارحمنا يا اسطى. مفيش. وانتوا تعرفوا يا جماعه انا مضطر اصلا اخلص المهمات دي لان الفلوس اللي معايا قلت جدا جدا جدا. ما فضلش معايا الا 8 مليون او حاجه زي كده، فلازم اعمل مهمات عشان اعرف اعدل العربيات. عارفين يا جماعه احلى حاجه ايه؟ ان انا لوحدي في السيرفر ومعايا ناس كتير. واحد يقول لي ازاي يا عم ميدو؟ طول ما انت في ميشن من الميشنات بتاعت الواد جيمي دي مستحيل ان انت تشوف حد اصلا، مع ان انت لو جيت تفتح واو ده ما فضلش الا انا واحد بس. المفروض بقى نعمل هنا سكوب على الدنيا دي كلها. ما اعرفش ايه اللي خلاني اصلا افجر بتاع دي، بس عموما خليه اصلا فرتك كده الناس كلها. بقول لك ايه يا اسطى؟ هو بقول لك انزل صور يا اسطى، فممكن ننزل نصور وخلاص ونريح دماغنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول كاميرا، ابعت يا مدير. وادي الباب ده المفروض نصوره. يا رب يتبعت. ايوه كده، عشان صراحه انا مش عايز اصور كذا مره، فاهم انت ازاي؟ وفي كاميرا هنا في الوش ولا خلاص كده؟ متهيألي كده خلاص. بس يا مين تاني اللي بيضرب؟ مين اشوفه بس. اطلع يلا، شايفك يلا ورا الثلاجه يلا. فكرني يلا مش شايفك يلا. ده بعرف انشل يلا، بعرف انشل يلا. اه ايه يا اسطى ده؟ انتوا جيتوا من في اه ده بوليس. انتوا داخلين عليا ليه يا جدعان؟ طب انا ماليش علاقه والله. يا نهار ابيض ده في بوليس جاي عليا اساسا. فليه يا عم الحاج ولع عليهم الباب ده عشان ما حدش يعرف يدخل. يلا يا عم الحاج انت هو. ومن هنا كمان. لا اله الا الله. لا دي مقفوله دي. طب حلو حلو. اولع يالا، ما تولع يالا، مش بقول لك اولع. وانت تعالى لهناك يا جدعان. بس والله العظيم انا بس عايز بس ايه يعني اصور بس هصور بس. خليها يا جماعه نصورها في السريع. ربنا يستر يا رب الكاميرا تفتح بسرعه. ثانيه يا اسطى عشان بس انا معايا موبايل بعافيه شويه. يا ابني اللذينه خلينا اصور يا ابني. يا ابني خلينا اصور يا حبيبي خلينا اصور. انتوا بتفهموا عربي ولا انجليزي؟ ايوه بس كده اتصورت. ابعت يا مدير بسرعه. ممتاز جدا. بقول لي ضيع البوليس بقى. ماشي يا عم الحاج بتسيبني البس. ما تمشي يا اسطى الواد ده ماشي بالراحه كده. لا بص يا جماعه شوف بترقص ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يلا يا حبيبي من هنا. يلا يا بابا انت هو من هنا. انتوا رايحين فين يا رجاله؟ هاي انا هنا انا هنا. يلا ابيض يا جماعه خليها افلت من هنا بسرعه. طبعا هنا يا جماعه ما ينفعش اكلم الواد اسمه ايه ده عشان يمشي لي العيال دي. عموما خليها تطير كده فوق. نطلع فوق الارينا ده احسن حل. بس كده خليها بقى قاعدين بقى لحد ما يمشي. ولا ما تصورش يلا جنب عربيتي اهو كده. المفروض احنا صورنا الكاميرات يا جماعه. المفروض بقى نخلص الحاجات اللي تحت دي. لكن قبلها خلينا بس نخلص الحاجات اللي فوق دي. اوه يعني المفروض يا جماعه لما اروح هناك في تريلا عايزين نسرقها اللي هي المقطوره بمعنى اصح، وفي اللبس وفي الماسكس. دي الحاجات دي يا جماعه المفروض احنا اصلا هنجيبها واحنا عادي بنلعب مفيش اي مشاكل. ولكن المهمات الكبيره ان احنا بقى المفروض نخلص دول. اه يا ابن اللذينه مشكلتك انت بتتكلم كتير يا اسطى. يا اسطى ايه اللي كلام يا اسطى؟ هتجيب لي شلل دلوقتي يا جماعه. المطلوب مني ان انا افجر ثلاث اشارات الحمراء الموجودين عندكم في الماب دول. بس هل يوجد مانع لو انا مثلا فجرت لي لاعب ولا اتنين كده وانا ماشي عادي يعني مفيش اي مشاكل؟ يا زميلي ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه يابا؟ والله في واحد يا جماعه. ايه ده فين ده؟ والله اه يا ابن اللذينه. طب انت ليه يا اسطى فجرتني؟ عملت لك حاجه يا اسطى؟ انا ماشي في حالي يا ابن اللذينه. طب شفت يا جماعه مش هو اللي بدا ازاي؟ فجر لي يا جدعان الاوبريسور بتاعي. يا لهوي. طب انا دلوقتي يا اسطى كنت عايز اخلص الكلام ده. ماشي يا اسطى افضلك بس هفضلك والله. لا جنفخك. استنى بس يمكن يا جماعه اكون من ضمن الناس اللي انا قتلتهم. ممكن ليه لا؟ بس برضه ده ما يمنعش يعني ان هو ماشي يا اسطى ما اشوفك بس. فجرنا ادي اول سيجنال انفجري. ايوه نتوجه بقى للسيجنال. يا سلام احلى حاجه يا جماعه في الحاجات دي
اللي بتضرب صواريخ وانت بتتحرك بيها دي ان هي بتنجز، لسه هتقعد تنزل وبتاع. هنا على طول يا باشا انجازا للوقت على طول، ما فيش اي مشاكل عندك. وبسم الله الرحمن الرحيم، هلا والله بالشباب، خد لك يا باشا صاروخين احتياطي. ايوه بس كده، لسه انزل يا ابني اتحرك معاك يا ابني انت. هو لا اله الا الله، والله يا جدعان متعه متعه بطريقه ممتعه. ويسلم بقى تشحن كده وانت نازل وانت طالع، بسم الله ما شاء الله. ويلا يا مدير فجر يا اسطى. ايه يا اسطى كمان واحده؟ خلاص يا اسطى خد واحده لعيون عشان خاطر انا. ليه يا اسطى ده في صاروخ يا جماعه لسه ما جاش؟ ده ايه قله الادب دي؟ يلا يا اسطى خد لك بقى الصاروخ ده بقى يا اسطى. ايوه خليه يروق كده. ايه ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ ما تفجر يا اسطى. لا اله الا الله. ثواني يلا نزل لك يلا، انا عارف انتوا مش هتضربوا الا اصلا ما اضرب عليكم صاروخ من هنا. يلا اوبا ده الاسلحه اللي معايا خلصت. لا اله الا الله، تعالى شايف نفسك جامد ها. خليه كده ارمي له يا عم وافجر. ايه ده في ايه؟ ايوه بس كده كده انفجر، هو ده المطلوب اثباته. ايوه يا عم الحاج احنا جامدين دلوقتي. بقى ابعت لي اللوكيشن بتاع ماري ويذر. يا نهار انت ما لقيتش يا اسطى ماري ويذر؟ لا اله الا الله، انا عايز بس اطلع بره اروح الموتوسيكل ده واجيبه تاني عشان تقريبا الصواريخ اللي معاه خلصت او اللي فيه خلصت. بس انتوا عارفين ايه يا جماعه اللي مفرحني؟ ان انا معايا 3 ام كي 3 تخيل، احمر كروم اللي احنا كنا معدلينه، وعندك الاسود في ابيض، 3 تخيل. ما اعرفش انا كنت شاريهم امتى دول، الله يسامحك يا اللي في بالي، هو اللي كان ماسك الاكونت قبل ما كنت ادخل هنا. نفخني الفلوس حرفيا ابن اللذينه، ويعدل بقى ويظبط على اساس ان الاكونت بتاعه يعني. الله عادي دي اخره الصحاب. تعالى يا اسطى حتى لو انت ما كنتش ماشي يا اسطى، خلاص انا سامحتك خلاص. يا لو البوست ده يا جماعه يبقى موجود بقى في العربيات. يا نهار ابيض شفتوا يا جماعه كنت خبطه وهتخبط ازاي؟ بس 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 يلا، ده في ناس هضربهم هنا. اه والله يا جماعه ده انا افتكرت ان انا رايح اصلا المار ويذر، عارفين احنا كل مره بنروح ننفخه ونروح. يلا يلا من هنا يلا، 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 يلا يلا من هنا يلا. اوه انت بتعمل ايه يا اسطى فوق العربيه دي؟ لا يا اسطى استنى بس ثانيه، هيموتني من اللذين، هيموتني 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 هيموتني. بس قتلته قتلته قتلته، دم يا جماعه تفه والله العظيم ما مستاهل، طلع واحده وهموت. المفروض بقى احنا نفجر بتاعنا وارمي وفجر يا مدير. بس كده متشكرين جدا لحضرتك يا فندم. اوه ده انا هسرق حاجه من هنا. خلاص يا باشا اروح الموتوسيكل. يلا بدا ايه ده؟ الله سرقته. لا يا باشا هات الموتوسيكل تاني، في حد جاي هنا يا جماعه. اطلع يا ايه ده يا قلبي. ايه يا جماعه اللي طلع لي ده؟ واد مدرع. يا نهار ابيض انتوا عارفين يا جماعه البدله دي لو انت لبستها يمكن نص السيرفر ما يقدرش عليك بسببها. انت انا اجيبه ازاي ده يا جماعه؟ والله ما عارف اموته ازاي ده. اطلع يلا اطلع، مش عيب عليك يكون معاك بدله زي دي. يلا يا نهار ابيض بص يا جماعه عامل ازاي. انت يلا بتف على قتلته. طب ممتاز جدا، عيب عليك يا باشا الهيد شوت بقى وكده. تعال انت هو، تعال انت وصاحبك يا شايفين نفسكم جامدين. يلا 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 من مروزر يلا على نفسكم يلا. مين تاني؟ في حد تاني جه من ورا حبيب قلبي يا اسطى. اخبارك ايه؟ يلا يا رب انا احسن يا جماعه احضر الموتوسيكل وارجع على طول للمقر بتاعنا. خلينا نشوف المشي اللي بعده ايه. يلا يا ابني من هنا يا ابني، يلا يا ابني انت هو من هنا يا ابني. ناقصين لعب ونط يا مدير. تفتكروا معايا اقدر اوصلها في طريقه واحده؟ انزل اقدر اشحن من هنا؟ ايوه يا اسطى زمان يا جماعه بقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال يا رب. بس 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 خلاص خلاص. دلوقتي بقى حاله اللحظه اللي هنشتري فيها العربيه الاودي بقى. هندخل اول حاجه هنا هنفتح الموبايل وندخل على علامه الطياره، بعد كده ندخل على واد بينز، بعد كده نضغط هنا، بعد كده ندخل على كلمه ستوكس، وهي شفتوا يا جماعه اهي الاودي. يا نهار ابيض طبعا ده شكلها يا جماعه، ده شكلها يا جماعه الستوك العادي جدا ما فيهوش اي حاجه، وده شكلها بعد التعديل. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خرافه. هنديلها لون احمر. بقول لك على حاجه حلوه، خلينا نعدلها في اوف لاين احسن لنا، ايه رايكم؟ يلا هننتقل للاوفلاين بعد 3 2 والسفر الى وضع الاوفلاين بعد 3 2 1 وجو. وبسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين يا جماعه العربيه الاودي هنزلنا بيها بالسبع، ما تقوليش نزلنا بيها ازاي. واهبد يا مدير يا نهار ابيض، تقريبا سرعتها هتثبت على 300 بالظبط. فدلوقتي بقى خلينا نروح بقى في السريع عند المعلم بيلي ونعدلها ونظبطها ونشوف شكلها بعد التعديل هتبقى عامله ازاي. طبعا في كتير منكم يقول لي يا عم ميدو مش دي العربيه اللي موجوده في الصوره المصغره، اقول لك انت اللي تاخد حاجه نظيفه لان الاوفلاين غير الاونلاين. بس بصراحه فكره حلوه ان انا ادخل الاوفلاين والاونلاين مع بعض. اكتبوا لي تحت في التعليقات عجبتكم الفكره، عجبتكم الفكره اكتبوا لي رقم 5 في التعليقات. ولا بني افتح يا اسطى الباب يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. اخبارك يا معلم بني؟ احنا والله كنا عايزين نعمل ابجريد للعربيه دي، واظن يا جماعه الاودي بقت النسخه الاصليه زي ما انتم شايفين. الثلاثة او كانت الثانيه 4 في تقريبا، ودي هنا 4 او. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا كده في السريع على الانجن. بص يا باشا شايف الانجن بتاعها عامل ازاي عزيز يا باشا؟ على اعلى حاجه. ندخل بعد كده على اللوح، والله تقريبا يا جماعه العربيه دي فيها لوح. او ماي الله يا نهار ابيض. خلاص يا باشا ادالنا المره دي خليها لونها ابيض، ما اعرفش ليه انا عايزها لون ابيض مع ان اصلا هدي العربيه الاحمر، بس عادي ما فيش اي مشاكل. نبدأ بقى نظبط لها بقى الجناب. اوبا يابا بص يا جماعه الجناب عامله ازاي. بس انا بصراحه حاسس ان الجناب ده هتبوظ شكل العربيه، لذلك انا مش هحط لها جناب دلوقتي. ندخل بقى على المرايات. يا سلام بصوا يا جماعه، ادي المرايه الاصليه وادي المرايه الثانيه والمرايه الثالثه.
والميرات الثالثه يا جماعه تحسها عصريه كده، ممتاز جدا. نيجي بقى للاماميه، بص بقى يا باشا شوف الاماميه اتغيرت ازاي. يا نهار ابيض، لا ثواني بقى يا جماعه، عايز ارجع بس للجناح تاني. ركب كده يا باشا، انا بصراحه عايز اشوف هل كله هيبقى راكب على بعضه ولا لا، مع اني بصراحه حاسس كده ان هي هتبقى شكلها مش لطيف. هو بصراحه حلو التعديل يعني يا اسطى، بس الحاجات الزياده دي مش حاببها الصراحه، انا حابب تكون الاودي كده عاديه جدا. نيجي كده للجناب، ايوه ماشي يا باشا كده ظبط لي الجناب. الجزء الخلفي الا لا، انتوا بعد تكملونا بعد انت تشتغلونا، لا اله الا الله. مش هعملها يا عم تعديلات، انا هسيب كده الشكل بتاعها العام كده. هي صراحه كده شكلها رهيب جدا. بالنسبه للكاوشات بتاعتها، دي كاوشات الاصليه يا جماعه، مش هغيرها بس هنخليها ضد الانفجارات. ندي لها الكشاف بتاعها اللون الابيض، وان اللون الابيض داير ما يدور، بس طبعا هسيبه باللون الابيض مؤقتا لان في لون في دماغي. لو تفتكروا الحلقه اللي قبل اللي فاتت لما حطينا للمرسيدس فاكرينه، اللي هو اللون ده، شفتوا يا جماعه اللون ده؟ وال بس يا جماعه برده تحسوه كده مش لطيف عليها. لا هو بصراحه اللون الاحمر يا جماعه جامد عليها. بصوا خلينا ناخد اللون الاحمر الفاتح ده، شكله جامد جدا جدا جدا. هنيجي للون الابيض ونديله اللون الاحمر، والاربون نعززه على حاجه، والفراملات على اعلى حاجه. والمفروض يا جماعه دي الشبكه بتاعت الاودي، بس بصراحه مش باينه، مفيش اي تعديل ليها، فهنسيبها زي ما هي. نيجي للهود، اوبا لا 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 لا، بص يا جماعه تعديلت الهود دي، يا نهار ابيض، ده اول تعديله دي اصلا رهيبه. هاتها يا باشا، وده صوت الكلاكس بتاعها الاصلي، فبصراحه صوته جامد، هسيبه زي ما هو. يجي السبويلر بقى الخلفي، بص يا باشا اول مره اشوف اودي لها سبويلر شفاف، لا اله الا الله. انا بصراحه حابب احط لها سبويلر واقف زي ده، شكله كده جامد. المساعدين هنعززهم على اعلى حاجه، ونقل الغيارات على اعلى حاجه، والتربو لازم نحط لها اكيد، ما فيهوش اي مشاكل. واخيرا ندي لها اسود في اسود. بس كده يا سيدي اقدر اقول لك ان احنا كده ظبطنا الاودي زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. بس تبقى غلطان لو انت مفكر ان احنا خلصنا تعديلات، ليه بقى؟ لان دلوقتي مجرد ما انا حطيت الهود او غطى الماتور ده، فدلوقتي بقى التعديل اللي احنا هنحطه لها هيليق عليها بشكل كامل زي ما انتم شايفين الشكل عامل ازاي. وبصراحه البتاع ده جامد، اوبا ده كده يا جماعه العربيه جايه من المستقبل. اما بالنسبه للجزء الخلفي فانا بصراحه هسيبه زي ما هو، لان يعتبر ملوش اي تعديلات. ادي الجزء الامامي بتاع، يا نهار ابيض شايفين يا جماعه الغول عامل ازاي، والله ربنا يستر علينا. اطلع يا باشا كده وريني الوحش، بسم الله ما شاء الله عليك، تعالى يا حبيبي واحده واحده كده عليا. يا نهار ابيض، ده بتحك في الارض يا جدعان، لا اله الا الله. شايفين والله العظيم المنظر مرعب. انا عندي بقى سؤال بقى، هل نقدر نفتح الهود ده نبص تحت نشوف ايه؟ ما بيفتحش للاسف الشديد، يا خساره. وطبعا الغطاء الخلفي نقدر نفتحه بكل سهوله، بس انا بصراحه هكتفي بكده. تاني حاجه احنا عايزين نظبط شويه الكاوتشات، لا هي اصلا الكاوتشات تخينه، بس احنا برده ممكن نطلعها سنه بره بحيث ان الثبات بتاع الكاوتش يزيد. خلينا نطلع الكاوتش اللي قدام يعني 83، واللي ورا هنطلعه بس قليل منه 82 بس كده. وزي ما انتم شايفين اللوحه اللي ورا يا جماعه بصراحه مش عجباني، لا لونها ولا الاسم اللي عليها. وبكده نكون غيرنا اسم اللوحه، وبكده عايز اقول لك العربيه كلها متظبطه بتنسيق كامل متكامل. دلوقتي بقى نجرب السرعه بتاعتها. افصل يا باشا بعزك الكشافات، بس انطلق يا اسطى، وسع جدو، يا نهارك ابيض يا جدو، وطير يا مدير، يا نهار ابيض، الله اكبر، لا اله الا الله. تخيل اودي عامله ازاي يا جماعه، بصوا عليها من جوه، اوبا اودي يعني، يا سلام والله الداخليه جامده يا جماعه. وشوف المرايات عامله ازاي، يا لهوي يا جدعان على الاحتراف، ده ايه ده، فورزا 5 دي ولا ايه يا جدعان، لا اله الا الله. بس ايه ده شويه يا زلمه، ايه ده شويه يا زلمه. بصوا يا جماعه لما ادوس بنزين واسيب، يا له على صوت الباك فاير، سامعينه؟ رهيب رهيب. دلوقتي بقى خلينا نجرب اقصى سرعه ليها، وبسم الله الرحمن الرحيم، يا نهار ابيض على السرعه الكاسحه اللي احنا فيها دي يا جدعان، لا اله الا الله. وبص بص بص بص، كام 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 كام، يا نهار ابيض. ايه بقى الفرمله بقى الرخمه دي يا اسطى، انت كده قطعت لي المتعه يا اسطى، كله بسببك انت اللي ما عندكش دم، يا ابني ما عندكش دم انفجر. ايوه بس كده، عشان بس هو اللي قطع المتعه، ده راجل ما عندوش دم يا جدع، والله العظيم ما في دم، لا اله الا الله. هات يا عم كده من جوه، يا نهار ابيض يا جدعان من جوه الشكل خطير. تعالى يا جماعه نجرب التفحيط هنا، بسم الله بسم الله بسم الله وبسم الله. استنوا بس يا جماعه، عشان العربيه دي اصلا سبورت، فصعب ان هي تفحط، بس مع العم ميدو هخليها تفحط دلوقتي. ثواني بس ثواني، لا لا مش دي، يا لهوي كلسنا الراجل يا جدعان، لا حول ولا قوه الا بالله. اطلع يا حاج الله يهديكي، ايوه يا باشا كده هو ده المطلوب اثباته. يلا بقى تفحيطه، ويهو ايوه 360 يا مدير، هو ده المطلوب اثباته يا باشا. عيب عليك، الاودي دي يا جماعه من اجمد العربيات اللي تسوقها، وان شاء الله قريب في لعبه فورزا هنجيبها. بس اجمع ثمنها، لان انا عارف صراحه الحلقه الجايه في لعبه فورزا اللي هي المفروض تنزل. ويلا يا باشا تفحيطه، وتفحيطه اللي حتى، ويلا يا مدير، الله اكبر عليك يا عم ميدو، ايوه يا باشا. يلا انت رايح فين يا اسطى؟ اهدي يا حاج، يا لهوي اهدي يا بنت، بس 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 بس، الله اكبر عليكي، والله العظيم انك عربيه جامده. دلوقتي يا جماعه خلينا بقى ما نضيعش وقت ونطلع جري على الدراج ريس، لان بصراحه متحمس امشي بها بالليل، لان انا ظبطت دلوقتي الشوارع زي ما انتم شايفين، ظبطت الجرافيك، بالاضافه كمان العواميد الجديده دي يا جماعه. ادخل دلوقتي عندك مش هتلاقي العواميد دي موجوده، دي يا جماعه حطيتها في الشوارع يا جماعه الفرعيه والاساسيه علشان نستمتع كده بالليل واحنا ماشيين. يلا تفحيطه ثانيه، الله اكبر الله اكبر على التفحيط يا عم ميدو، يا نهار ابيض يا جماعه، ايه التفحيط الجامد ده؟
يا عم روح بقى، ده انت راجل تزهق بلد يا جماعه. الواد ده عمره ما شفته في حياتي، كل ما يجي يبص في وشي بيروح عامل لي بايده كده لا اله الا الله. ايه الاستفزاز اللي انت فيه ده يا اسطى؟ شكل اول واحد يا جماعه جيت على الميتنج. اوبا ده في اتنين اودي نفس العربيه اللي معايا يا جماعه. بصوا الاودي بتاعتي دي الاصليه، والنسخه اللي على اليمين دي النسخه الستوك اللي احنا اشتريناها، والنسخه اللي على الشمال دي النسخه بتاعت بيني. شفت يا جماعه نسخه بيني تبقى جامده ازاي؟ جي تي اي 5 دي لما بتنزل تعديل بتنزله جامد بطريقه بنت لذينه. ادخل معاهم سباق يا جماعه، خلينا نشوف انا العربيه اللي هتفوز فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها اقف بس قصادكم كده من بعيد. بس والله يا جماعه يا ريتنا عدلنا النسخه بتاعت بيني دي، شكلها اجمد بكتير من الاودي الاصليه اللي معانا دي. بس عادي مفيش اي مشاكل. 3 2 1 جو. يلا يلا ابو عربيه تعبانه يلا. شوف يا جماعه السرعه بتاعتهم يا جماعه نفس السرعه، بس انا حاسس صراحه ان الاودي الستوك اسرع زي ما انتم شايفين. والثانيه ها انا بصراحه حاطط امل ان الثانيه تجيب. والله يا جماعه اول مره اعرف ان الدنيا حزينه كده. بصوا بقى يا جماعه لما اسبق، يا نهار ابيض. لا يا عم الحاج عربيتي طلعت اجمد بكتير. طب يا اسطى تعالى كده تجاوب. بص انا هسحب وانت تسحب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا جماعه هو بيسحبني، انا بقى احاول بقى اسحبه. بص 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 يابا الاصل هو الاساس. بس والله يا جماعه الاودي بتاعت بني دي جامده. الشوت يا مدير، معلش والله العظيم انا اسف يا حاجه مش قصدي. بس يا جماعه تقريبا يا جماعه بتاعت الدراج ريست زي ما جوش، فخلينا كده ناخد جوله في المدينه لما هم يجوا بعد اسبوع 28 يوم. متهيألي يا جماعه الرجاله وصلت 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 وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا رجاله؟ انتوا على طول داخلين سباق كده؟ بص يابا على جي تي ار يابا دي ان شاء الله يا جماعه هعدلها قدام. اوه بص بقى يا جماعه دي اودي نسخه تانية، دي بتاعت اللعبه اصلا، اقدم نسخه موجوده هنا في اللعبه حاليا. وبصراحه اول ما دخلت يا جماعه جي تي اي 5 دي كان شعور خطير. تخيل قعدت فيها 3 سنين العبها ورا بعض ما العبش اي لعبه تانية. يا نهار ابيض. لا ده انا هدخل السباق ده. لا ما تقولش الاودي دي هتسابقني. تعالى يا معلم ده انا هوريك. تعالى تعالى يلا بسم الله. بس يا جماعه عجبتني حركه صايعه هنا في شركه اودي. بص كده على الازازه اللي ورا من فوق، خدت بالك من اللمبه الحمراء اللي شغاله ورا دي؟ يا نهار ابيض. 3 2 1 جو. خد يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا نهار ابيض يا جماعه ده انطلق ليه كده؟ ده انت انطلقتك جامده يالا. بس على نفسك يالا، على نفسك. انت مش شايف يالا عربيتي عامله ازاي يالا؟ الواد شايف نفسه جامد يالا. بس يا اه حميتك اه اي خدمه. يا نهار ابيض على السرعه. طب بقول لكم ايه يا جماعه، خلينا نحط لنا هنا كام بص كده بس علشان الدنيا ما تبص معانا. النيه كانت بص ولكن في الواقع رجمات صواريخ. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا ده في ناس جايه يا جدعان. لا اله الا الله. كفو يا مدير روح يا اسطى. يا نهار ابيض ابو ماتور كبير يا جدعان سبق العربيه دي. يا ليله ليل انا اسف والله. انت كويس؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه فرامل العربيه دي؟ واو شفتوا فرامل العربيه عامله ازاي؟ يا لهوي يا جدعان ده فراملها طلعت شديده وجامده. يعني بص يا الله ايه الفرامل التقيله دي؟ انا عندي سؤال بس، ازاي عربيتين من نفس النوع يدخلوا سباق ضد بعض؟ ها يلا يا عم الحاج خلينا ندخل قصادهم ودول اخر عربيتين عشان بقى نجرب بقى شعور السواقه في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. 3 2 1 جو. يلا يلا يا بوت يلا انت هو يلا 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 يا بوت يلا. يا نهار ابيض يا جماعه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ استنى يا اسطى يا ابن اللذينه ده عداني. اخ وات از ذس؟ العربيتين يا جماعه طلقه. يا نهار ابيض شفتوا اللي حصل؟ ده لولا ان انا اصلا يعني عربيتي كانت شديده شويه كانوا جابوني، ولولا ان المسافه صغيره كانوا جابوني. او ماي الله. وخد لك بقى طفحيته يا مدير واهبد يا اسطى. الله يكون في عونك يا اسطى والله الله يكون في عونك. انت صعبت عليا بعد الطيره دي. انت كويس يا زميلي؟ لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا بقى نفلت من هنا بسرعه قبل بقى ما الاسعاف والبوليس يجوا يشوفوا ايه اللي حصل. وزي ما انتم شايفين بقى بسم الله ما شاء الله هات كده يا باشا من جوه. بس يا نهار ابيض يا جدعان. انا بصراحه اللي عاجبني الصراحه موضوع الكشافات والدنيا دي والهاندلنج او نظام التعليق بتاع العربيه ده جامد يا جماعه. يا لهوي يا جدعان. والطرق بصوا بقت خرافيه ازاي اساسا يا جماعه. الطرق دي ما بيكونش فيها عواميد اساسا، فكون ان انت تلاقي عمود ولا اتنين في الشارع دي حاجه جامده. هات كده من جوه. يا نهار ابيض. بس والله يا جماعه السواقه من جوه خطيره. ايوه يابا. يا لهوي يا جدعان على الجمدان. يا نهار ابيض. لا هات من بره. انا اسف والله يا ريس. انا اسف والله انا اسف والله يا جماعه. العربيه لسه خبطتها دي شبه عربيه ايه او اسمها ايه في الحقيقه برضه عشان عايزين نجيبها نعدلها. يا نهار ابيض. بقول لك ايه يا باشا نور كده العالي. يا نهار ابيض ده العالي يا جماعه. بصوا غير الهادي ده، الهادي بتاع العربيه دي اصلا جامد. دلوقتي يا جماعه احنا دخلنا المدينه بسم الله ما شاء الله، والمدينه يا جماعه الاضواء فيها جامده. وبص يا مدير يعني يا اسطى انت جاي يا اسطى تفسد عليا اللحظه بتاعتي يا اسطى. يا اسطى انا عملت لك ايه يا اسطى؟ عملت لك ايه يعني يا اسطى؟ لا اله الا الله. جاي تسد اللحظه بتاعتي يا جماعه وانا قاعد استمتع في العربيه بتاعتي. لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا والله بتمنى ان جي تي اي الجديده يكون الاضواء بتاعتها جايه من فوق. عارف انت في المدن كده من كتر العمارات والدنيا دي بتحس كده ان الشارع كله منور بسبب العمارات دي، يعني النور بتاعها منعكس على الارض هنا. اما هنا تحس بس المدينه كلها مظلمه عدا العواميد بس هي اللي منوره. يا الله يا الله. شايفين يا جماعه الشارع عامل ازاي؟ يا ليله الليل. لا يا باشا ده عايز من جوه ده. وال يا جدعان على داخليه الاودي رهيبه خاصه مع الشارع. بص بص شوف السرعه شوف السرعه. يا ليله الليل. ايوه يابا. الامانه يا جماعه
الاودي والله العظيم رهيبه في السواقه بتاعتها، بس في حاجه وحيده مضايقاني معرفش دي بتبقى في اللعبه ولا بتبقى في العربيه، بس هي احيانا بتظهر على بعض العربيات. ايه هي بقى؟ ان انت تكون مثلا ماشي بسرعه وما راح تلاقي العربيه مسمرت مكانها بسبب خبطه بسيطه بتاع الدنيا دي كلها. تاني حاجه انا عندي سؤال، وانا اطلع من هنا ازاي يا باشا؟ عيب عليك انت مع علام ميدو يا عم الحاج. يلا طب ايوه ماشي. وبعدين واو الاودي دي دفع رباعي يا جدعان؟ اه والله دفع رباعي، والله دفع رباعي بنت الايه؟ بعد اسبوع 28 يوم. ايوه يا شيخه اطلعي كده، كفو والله انك كفو يا زلمه. ماشيين على 260 صح؟ اضرب في رمل وقفت مكانها اتمسمرت بنت اللذينه، يعني جمدان مش طبيعي. وبكده شباب نكون وصلنا الحلقه، اتمنى تكون الحلقه اللذيذه دي عجبتكم، وعايزك تقيم لي العربيه الاودي دي كمل 10 مقارنه بالاودي بتاعت بني المعدله الجاهزه. يلا بقى اشوفكم على خير في حلقه جديده وفي امان الله ومع السلامه. اه صحيح، واكتب لي في التعليقات عايز نعدل ايه العربيه الجايه، ووصل يا جماعه المقطع ده 5000 لايك ها عشان زعلان منكم بصراحه. يلا سلام.